بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا إن شاء الله في جولة في السيف جاليري الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. اتطلب مني إن شاء الله إن أنا أعمل جولة تانية على الخبازات الكهربائية اللي هي 3 في 1. أنا أشوف يعني ممكن إن شاء الله أعمل لكم جولة على جميع أنواع الخبازات يعني الموجودة في السيف جاليري. أهي 3 في 1، في قطعة للكب كيك وقطعة للخبز العادي وقطعة للدونات. اهي هي 30 سنتي يا جماعة، القطر بتاعها 30 سنتي و1600 واط و50 60 هرتز الكهرباء بتاعتها، يعني 220 تشتغل على 220 و240 اهو، وهي ما فيهاش تحكم للحرارة يعني. اهي شكلها من بره اهي، هي متوفر منها اللونين دول، البيج والبينك البامبي يعني، وقطرها 30 سنتي، هي ب299 ريال، 299 ريال يا جماعة. وان شاء الله هي التخفيضات ان شاء الله كده ممكن خلال يعني من 10 ايام ل9 ايام كده يعني، ان شاء الله خلال 10 ايام يعني الجايين دول هيبقى في تخفيضات كبيرة بمناسبة رمضان. كل عام وحضراتكم بخير، والعروضات ان شاء الله تستمر لغاية نص رمضان يعني، هتبقى اكتر من شهرين كده يعني، تبقى شهرين ونص كده. اهي دي كل المعلومات عن الخبازة اللي هي 3 في 1. هذه قطعة ودي قطعة الخبز ممكن بتتفك، ودي قطعة البانكيك شكلهم اهي على الكرتونة اهو، هنا وهي فيها البانكيك اهي او المعمول، وهنا اهو هنا بيبقى في الخبازات العادية اللي هي قطعة واحدة بس وفيها تحكم في الحرارة. هي دي 40 سنتي والوات بتاعها 2800 واط، هي 2800 واط، متوفر منها اللون البيج واللون الرمادي اهي، وهي 40 سنتي و2800 واط، وهي بكام تمنها؟ ب379 ريال، وفيها تحكم في درجة الحرارة على قد الحاجة اللي انتوا هتسووها يعني. وتايمر، فيها تايمر وتحكم في درجة الحرارة، وفيها لمبة برضو تشوفوا الحاجات استوت ولا لأ. اللمبة بتاعتها ايه؟ طبعا زي ما انتوا عارفين في زي شباك كده ازاز بتشوفوا الحاجة من جوه استوت ولا لأ. اهي وتقيلة ما شاء الله وقوية اهي. وده اللون الجراي او الرصاصي اهي، شكلها على الكرتون بيبقى أوضح، وفيها كل التعليمات بتاعتها، 40 سنتي، 2800 واط، 50 60 هرتز، والسعر 379 ريال. اهي هنا ده برضو نقوله برضو يمكن محدش شافه قبل كده يعني في الفيديوهات القديمة، هو مشكلته في سعره، سعره غالي 1920 ريال. هو ده اللي هو العجان والخباز في نفس الوقت يعني، تعجنه من هنا والعجين ينزل من هنا كور، وفي مكنة بتشيله من هنا بتحطه هنا ويتبطط بقى، يبقى ايه؟ يبقى خبز يعني.
وفي تايمر بيقول لك ان هو استوى يعني كده، وانتوا تفتحوا الباب ويطلع يعني كده اهو. بعمل لك علامة يعني ان ده بيبقى سخن، يعني ما تحطوش ايديكم الا لما الجهاز يصفر ليكم. يعني هي ديجيتال. هنا زي ما قلنا المواد السوائل الجافه او المواد الجافه، يعني السوائل الجافه ازاي، المواد الجافه هنا، وهنا السوائل الزيت والميه، وهنا الدي والخميره واللبن البودر، يعني كل الحاجات الجافه هنا في دي، وهنا السوائل، وبيتعجن وبعد كده ينزل من هنا ويبقى عجين ويبقى خبز من هنا. وسعره 1920 ريال، وهو ديجيتال. ده يعني توكيل اماراتي يا جماعه، هو ميدين شاينا بس توكيل اماراتي. هو 190 واط و50 60 هرتز. اللي هو ده في ايه تاني اصوره لكم. هنا في خبازات بقى، دي مش 3 في 1، دي عادية يعني. وفي تايمر برضو زي ما قلنا، وتحكم في درجة الحرارة، دي 219 ريال. ده لون بني، 219 ريال للشكل ده، وفيها تحكم في درجة الحرارة. متوفر منها كذا لون، البن والرمادي والبمبة والأوف وايت اللي هو البيج اهو. دي ب219 عشان فيها تحكم في درجة الحرارة، ودي ب199 ريال عشان ما فيهاش تحكم في درجة الحرارة. او اللي ما فيهوش تحكم في درجة الحرارة ب199 ريال. اي فرقها بسيط، ممكن تاخدوا اللي هي فيها تحكم في درجة الحرارة، فرقها بسيط يعني، فرقها 20 ريال بس. احسن حاجة التحكم في درجة الحرارة عشان الحاجة ما تتحرقش اهو. ولازم نشوفها وهي على الكرتون، بيبقى شكلها كويس. في السيف ب199 ريال برضو، و30 سنتي وبرضو ب199 ريال، بس دي ابيض منقط في اسود كده. صورت لكم كل شيء عن الخبازات الكهربائية. نختم هنا، نشوفكم إن شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.